وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه جديده، غادي نقدم لكم واحد ديسير بنكهه ديال القهوه، وكيجي لذيذ صراحه، كيجي لذيذ بزاف، ونتمنى يعجبكم ويناسب استحسانكم. نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. عندنا 3 المعالق ديال سكر سنيده، 4 غرام ديال الجيلاتين، عندي هنا معلقه صغيره ما عامراش ديال القهوه مطحونه، وعندي 90 مليلتر ديال القهوه اسبريسو، عندي 250 مليلتر ديال البانا، وعندي 250 غرام ديال الريكوتا. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي ندير البانا ديالي في كاسرونه، ملي تشوفوا عرفتوا واش واضح عندكم ولا لا. غادي نزيد عليها الريكوتا 250 غرام، دابا غادي نحركوهم مزيان، غادي نضيف ليها السكر. السكر كيبقى حسب الذوق، يعني على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما، ماشي ضروري ديروا الحلاوه اللي بغيت انا، ممكن ديروها حتى مسوسه ما كاينش مشكل. دابا غادي نزيد القهوه، ونبقى نحرك فيها بالطريقه هذه، ونزيد ديك المعلقه ديال القهوه المطحونه. ومن بعد نزيد لاجيلاتين 4 غرام ديال لاجيلاتين، نحركوها مزيان البلات، وكنحطوها فوق البوطه واحد جوج دقائق وحنا كنحركو، يعني ما نحبسوش عليها من التحرك باش ما تحركش لينا من التحت. انا غادي نديرها فوق البوطه وغادي نوريكم. من بعد كنديروها في الكيسان ديال التقديم، ونجي نصوب معكم الكراميل ديال القهوه باش غادي نزوقها. انا ما زيدتش عليها من التحرك البنات باش ما تلصقش ليا من التحت. دابا هي وجدات، غادي ندوز نديرها في كيسان ديال التقديم. دابا البنات غنديرها في الكيسان ديال التقديم، وغادي نخليها حتى تبرد برا مزيان، عاد غادي ندخلها للثلاجه تبرد. وبعدين نخليها تبرد غير برا حتى تبرد مزيان، عاد غادي ندخلها للثلاجه. باش نوجدوا الكراميل ديالنا غادي نحتاجوا 150 غرام ديال السكر سنيده، انا درتها في المقله وشعلت عليها البوطه ونقصتها، وغادي نخليه يذوب على خاطره، ما غاديش نحركوا حتى شي حاجه. نقصوا عليه البوطه باش ما يتحركش ليكم حتى شي حاجه، ومني غادي يذوب ليا داك السكر كامل ويعطيني داك اللون بني فاتح، غادي نزيد عليه 90 مليلتر ديال القهوه معصوره اسبريسو، وغادي نوريكم في الاخر فاش غادي نقدموا مع الحاله ديالنا. بعد ما داب داك السكر كامل كيف كتشوفوا، تاكدوا ان السكر داب كامل،
عاد غادي نضيف ليه دابا القهوه ونبقى نحرك فيه. خافوش منو لابان لكم بحال هكا راه غادي يرجع يذوب، تخافو منو ما والو، بقاو كتحركو فيه بحال هكا حتى يذوب كامل صافي وكنطفيوه من البوط. انا غادي نكمل هكا في التحريك حتى نذوب داك الكراميل كامل صافي، غادي نطفي عليه البوطه ونخليه يبرد. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الديسير اللي وجدت معكم اليوم، صراحه كيجي لذيذ بزاف. انا قلبته في طبسيل ودرت عليه داك الكراميل اللي صوبت معكم. كنتمنى ينال استحسانكم، وما تنساوش دعموني بلايك و بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. الى اللقاء.